السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعين الأفاضل. هذه مجموعة من الأخبار اللغوية الموجزة تأتيكم من مجمع اللغة العربية في مكة المكرمة. أهلا بكم. في مستهل هذه الأخبار الموجزة، مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة يصدر قرارين، موضوع أحدهما المصطلح الأقوم في التعبير عن الفعل المبني لغير الفاعل، والآخر صحة قولهم كلنا محمد أو كلنا محمدون، وتفصيل القرارين في موقع المجمع. اللغة العربية تحل في المرتبة الثانية من حيث نطاق انتشارها في السويد بسبب تدفق المهاجرين، وتعد حالياً اللغة الأم لأكثر من 200,000 شخص في السويد. وزارة التربية الجزائرية تقرر برمجة دورة تكوينية لأساتذة السنة الأولى الابتدائية في محتوى المناهج الدراسية الجديدة في تعليم اللغة العربية في الطور الأول، وتراجع كيفية تدريس اللغة العربية. أكاديميون ومسؤولون إماراتيون في مجلس عنوانه واقع اللغة العربية وآفاق المستقبل يؤكدون أن تفضيل الشباب اللغات الأجنبية على العربية موجة تنتهي قريبا. مركز الشيخ زايد ابن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين يستقطب مئات الطلاب والدارسين الصينيين سنويا من الراغبين في تعلم اللغة العربية والثقافة العربية. المدينة وتحولاتها في الخطاب الروائي العربي المعاصر. كيف قدم الروائي العربي مدينته؟ مؤتمر دولي جزائري في 8 و9 من ديسمبر المقبل تنظمه جامعة محمد بوقرة بومرداس. الإبداع الأدبي والدراسات النقدية الجزائرية، جهود الشاعر الدكتور محمد صالح ناصر نموذجا. ملتقى وطني جزائري في 30 و31 من أكتوبر المقبل. قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية أقام معرضا للخط العربي بعنوان حروف ناطقة، امتد بين نهاية مايو والسادس من يونيو الجاري. انعقاد مؤتمر إسطنبول الدولي الثالث لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من 10 و12 من أغسطس القادم، عنوانه تطوير مناهج تعليم العربية في ضوء تحليل السلاسل الأجنبية. الهيئة العامة للثقافة بالمملكة العربية السعودية تنظم أمسية عنوانها رمضان في التراث الأدبي بالتعاون مع نادي حائل الأدبي، يحاضر فيها كوكبة من الأدباء والعلماء. مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ينفذ عددا من البرامج اللغوية على المستوى الدولي في الفترة القادمة في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية. الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع التأسيسي 3 لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، ويناقش بعض التفاصيل المتعلقة بجائزة الأمير عبد الله الفيصل وبرامج الأكاديمية. الشاعر السعودي جاسم بن محمد الصحيح يفوز بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح خلال الدورة 12 لعام 2018 للميلاد. مجلس الشباب العربي والإفريقي يقيم الدورة 2 من مهرجان ملتقى الخرطوم الدولي للشعر العربي والإفريقي بمشاركة عربية وإفريقية واسعة. نائب رئيس المجمع اللغوي المكي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بودرع يؤسس موقعاً إلكترونياً جديداً متخصصاً في لسانيات النص وتحليل الخطاب، يحوي دروساً ومحاضرات وفتاوى ومقالات لغوية. الدكتور وليد العناتي عضو المجمع اللغوي المكي ينتهي من إنجاز الجزء الثاني من سلسلة نون والقلم في تعليم العربية للناطقين بغيرها بالاشتراك مع الدكتور محمود الشافعي، ويفتتح برامج نون والقلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وإعداد معلميها وتدريبهم. من الرسائل العلمية اللغوية الحديثة، نوقشت الشهر الجاري بجامعة أم القرى رسالة الماجستير التقديم والتأخير في التراكيب النحوية في المفضل في شرح المفصل للطالب سعود الغامدي، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد المحمودي، ومناقشة كل من الدكتور محمد الدغريري والدكتور أحمد الفلال. وقد أجازت اللجنة الرسالة ومنحتها درجة الامتياز. صدر حديثاً
العدد الأول من مجلة مريم للأطفال التي ستصدر شهرياً باللغة العربية في أوروبا، وتهدف إلى الحفاظ على اللغة الأم للأطفال الناطقين باللغة العربية بدول أوروبا. وفي آخر أخبارنا الموجزة، مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة يصدر فتاوى لغوية جديدة من أبرزها: أولاً، الفرق بين أوحاه وأوحى به وأوحى إليه. ثانياً، كيفية صياغة العدد الترتيبي بالحروف العربية. ثالثاً، مطابقة الصفة للموصوف لفظاً وتقديراً. ختاماً، يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اللغة العربية وأخبار المجمع عبر مواقعه وحساباته الاجتماعية. دمتم في رعاية الله وحفظه.